نكمل في العدسات. العدسات في منها عدسات، كلمة بعد محرقي دي كلمة يمكن يعني من كلمات اللغة العربية الفصحى برضو اللي هي بيسموها البعد البؤري، تمام. في عندي عدسات بيسموها فيكسد فوكال لينز، العدسة دي فيكسد فوكال لينز، يعني البعد البؤري بتاعها ثابت. يعني ايه البعد البؤري بتاعها ثابت؟ حد يقول لي يعني ايه البعد البؤري بتاعها ثابت؟ البعد البؤري الثابت معناه ان الايمج سنسور مقياسه ثابت والعدسه ثابته، يعني العدسه مش هتزيد ولا هتقل، مش هقدر اعمل فوكسنج. فدي بيسموها فيكسد فوكال لينز. يعني طبعا هي عشان ما بتقدرش تعمل البعد البؤري بتعمل له تغيير، ده بيبقى السعر بتاعها منخفض، وبتبقى طبعا العدسه نفسها صغيره الحجم، تمام. بس بقدر استخدمها طبعا في المراقبه مثلا في الاماكن الخارجيه العامه. يعني انا مثلا في اماكن في كاميرات انا مش محتاج ان انا اعمل زومنج على اوبجكت معين، فانا عايز كاميرا توضح لي الناس اللي بتمشي في الشارع. فالكاميرات الرخيصه دي اللي انت بتشوفها، يحطها واحد على مثلا على تموينيات بره ولا على شركه ولا مش عارف ايه، في ناس كتيره جدا بتجيب كاميرا فيكسد فوكال لينز. ولذلك انت لازم تسال هل الكاميرا دي فيها باري فوكال لينز او موتورايزد فوكال لينز ولا هي فيكسد. يبقى اكتب عندك اول سؤال اهو، اول سؤال نوع الفوكال لينز يعني ايه؟ اللي هو نوع البعد البؤري. هل انا عندي امكانيه ان انا من الاخر اعمل زومنج ولا لا؟ في ناس ما بتبقاش، يعني في واحد في الموبايلات مثلا يقول لك انا عمري ما صورت بالزوم ده، مشتري الموبايل ليه 60 سنه وعمري ما عملت زومنج على اوبجكت، بقرب من الاوبجكت واروح له عشان اصور. نفس القصة في الكاميرات بتاعة المراقبة، أنا ممكن أجيب كاميرا بتشوف إيريا معينة وبتصورها ومش عايز أعمل زومينج، فده بيسموه فيكسد فوكال لينز. بعد كده هندخل على النوع الثاني اللي اسمه فاري فوكال لينز، اللي هو البعد البؤري المتغير. ده انا اقدر اغيره يدويا. الفاري فوكال لينز ده زي اللي احنا بنستخدمه في كاميرات التصوير العاديه، ده بيتم تغييره رقميا. لو انت شفت هنا في الدراع ده انا بلف منه، او ممكن من البكره دي نفسها، تمام، اقعد الفها بحيث تديني امكانيه التكبير والتصغير. يبقى هي عدسات ذات بعد بؤري يمكن تغييره يدويا. حط خط تحت ايه؟ يدويا. يبقى ده نوع يدوي، تمام. وبالتالي هم سموه very focal lens، بقدر اغير حسب الزاويه طبعا والرؤيه اللي انا عايزها، وبعمل انا التصغير والتكبير طبعا بليمت. يعني انت العدسه بيبقى لها حدود، ما تقولش تقول انا هكبر واصغر. يعني واحد يقول انا بصور بالتصوير العادي مثلا 1x، ممكن اعمل تكبير لحد 10x 20x 100x. لا يا حبيبي، تعالى عشان انا ادي لك امكانيه التغيير دي، لازم انا بيبقى عندي العدسه نفسها تسمح لي. ولذلك العدسات مكتوب عليها كذا ملي، وبالتالي كل عدسه هتلاقي الناس اللي هم بتوع التصوير، بتلاقي الراجل اللي بيصور ده ممكن يكون معاه 5 6 عدسات ولا 10 عدسات. واحد بيصور في غرفه مثلا مساحتها صغيره، عايز يجيب ان الغرفه دي واسعه، او عايز يجيب انجل كبيره، يبقى هيستخدم ايه؟ اللي عايز يجيب انجل كبيره يستخدم عدسه صغيره ولا كبيره؟ فوكال لينز. اللي عايز يجيب حاجه الاريا بتاعتها واسعه يستخدم الملي بتاعها صغير. كل ما كنا انا عايز اكبر الاريا اللي انا عايز اشوفها، تمام، ممتاز يا مهندس ريان، اهو قال صغير اهو، يبقى انا استخدم عدسه الفوكال لينز بتاعها يبقى صغير. يبقى احنا خلاص بدانا نبقى. ولازم نبقى عارفين ان كل ما يكون العدسات اللي انا بستخدمها ذات بعد بؤري متغير والرينج بتاعها كبير، ده بيبقى سعرها طبعا ايه؟ غالي. وكمان هيبقى الحجم بتاعها او السايز، الكاميرات بتاعت التلفزيون الكبيره الضخمه دي اللي انت بتشوفها هتلاقي العدسات بتاعتها كبيره، لان هو بيدي لك ان هو انت تعمل زومنج بدرجه مثلا 20 مره 30 مره وهكذا، فبيبقى السايز بتاعها كبير. انا هنا بتكلم على كاميرات المراقبه اللي هي الفاري فوكال لينز، دي بستخدمها في المحلات، في المجالات الصناعيه، في التصوير الخارجي لبعض التموينيات، الشركات اللي هي ايه بتهتم بالتغيير الاوتوماتيكي. هو الراجل ممكن يغير يظبط. يبقى الاولانيه دي الفيكسد كانت بتيجي عدسه ليها بعد بؤر ثابت وخلصها، الثانيه انا بغيرها ايه؟ يدوي، تغيير يدوي. ودي بحطها انا بقى ايه؟ لو انا مثلا ممكن عايز اكبر، يبقى خلاص لازم اروح للكاميرا واقعد الف في البكره دي، تمام، على اساس ان انا اعمل تكبير وتصغير. النوع الثالث اللي هي المتغير اليا او بيسموها الموتورايز، هي نفسها من جوه بيبقى فيها زي موتور كده صغير او حاجه بتعمل باليه المواتير، تمام، يمكن تغييرها اليا من خلال، هتلاقي جوه هنا بيبقى فيه شريحه مع العدسه نفسها، شريحه الكترونيه عباره عن ترانزستورات وديودات ومقاومات وحاجات زي كده، تقدر تغير التيار. وبالتالي احنا قلنا لما نغير التيار نقدر نعمل بالتيار المتغير ده موفمنت، حركه، نقدر نعمل زومنج، تمام. طبعا دي بتتميز بان بتكون المرونه بتاعتها عاليه وزاويه الرؤيه ان انا اقدر اعمل تكبير وتصغير، بتبقى النسب بتاعه التكبير والتصغير المسموح بيها اعلى طبعا من المانيوال، بس بتبقى طبعا كل
ما تاخد اوبشن اكتر لازم يبقى فيه سعر اكتر، تمام؟ ممكن يبقى كمان السايز بتاعها اكبر في عمليات التحكم في الزومينج، وان انا اقدر اعمل فوكسنج كبير جدا على مثلا اوبجكت معين، فلازم انا ادفع كوست لهذا او لهذه الميزه ان انا اقدر اعمل زومينج كبير. طبعا في الميتين دول هتلاقي بعض الناس في التصوير او في كاميرات المراقبه حافظاهم، اللي هو السي اس والسي. ايه قصه السي اس والسي دي؟ دي حاجه بتعبر عن ابعاد بؤريه محفوظه. يعني ايه بعد بؤري ال 12.5؟ ده بيسموه سي اس ماونت، والبعد البؤري اللي هو 17.5 ده بيسموه سي ماونت. الكلمتين دول كلمتين سوق، تمام؟ دول مستخدمين في حالات شركات المصنعه للعدسات، مجرد تسميه. يعني الشركات اتفقت ان العدسه اللي الفوكال لينس بتاعها 17.5 دي هنسميها سي ماونت، اسمها عدسه سي ماونت. لو انت بصيت على جسم العدسه اهو تحت اهو مكتوب عليها سي ماونت لينس، يبقى انت السي ماونت تحفظها ان البعد البؤري بتاعها بيبقى 17.5، والسي اس ماونت لينس بيبقى طبعا اصغر، وبالتالي بتشوف زاويه اكبر، صح؟ يبقى احنا هنا الفوكال لينس قل، كان 17.5 تمام ب 15.5، لما الفوكال لينس يقل انت بتشوف تمام تشوف زاويه اكبر. انا بس بقول ان انت الفوكال لينس لما بيصغر بتشوف ايه؟ بتشوف زاويه اكبر، ابعد اكثر، اوسع يعني، اوسع، الانجل اوف فيو بتاعتها بتبقى. طيب